تابع معكم هذه الصور المباشرة من باريس وتجدد التظاهرات الحاشدة والاشتباكات مع قوات الشرطة، إذ أعلنت قبل ذلك الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه غدا إلى الفرنسيين في مقابلة تلفزيونية مباشرة بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، إلا أنه لا يعتزم اتخاذ أي قرار جذري يخرج البلد من الأزمة التي يشهدها. وأشار مشاركون في اجتماع للمعسكر الرئاسي في الإليزي إلى أن ماكرون سيتوجه إلى الفرنسيين من أجل تهدئتهم. هذا الحديث هو عن فرنسا، عن باريس على وجه التحديد، والصور نتابعها الآن. ولا يعتزم الرئيس حل البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على إصلاح نظام التقاعدي، كما أنه طلب منهم تقديم مقترحات بهدف تغيير النهج وأجندة الإصلاحات. إذن مشاهدينا، الخبر الفرنسي يفرض نفسه على الشاشة الآن، وتطورات الأحداث تقودنا لمتابعة هذه الصور بشكل مباشر والاستطلاع عما يجري على وجه التحديد. زميلي فادي الدهوك ينضم إلينا من هناك. مرحبا بك فادي، يبدو بأن الأمور آخذة إلى التصاعد. نعم حسين، مساء الخير. الأمور عادة في المساء ما تبدأ بالتصعيد بين قوات الشرطة والمحتجين. هناك كانت تظاهرات في ساحة الجمهورية وسط العاصمة، وبعدها بتقريبا بساعتين بدأت الاشتباكات. هذه التظاهرات خرجت قرابة الساعة 6 مساء. الاشتباكات هي عبارة عن عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين. الشرطة تقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وأيضا المتظاهرين يردون عليها بإطلاق المفرقعات والحجارة والمقذوفات باتجاه عناصر الشرطة، كما أنهم يقومون بإشعال القمامة المنتشرة في شوارع العاصمة. هذه التظاهرات ما تزال تخرج منذ 6 أيام في العاصمة، أو تحديدا بعد أقرار الحكومة استخدام المادة 49.3 لتمرير مشروع قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما من دون تصويت البرلمان. هذه الاحتجاجات تخرج من دون ترخيص، وهي تقوم الشرطة بقمعها بشدة. هناك حتى الآن 588 معتقلا أعلن عنهم وزير الداخلية جيرال درمانا اليوم، تم اعتقالهم خلال الأيام الخمسة الماضية، وهي 855 معتقلا أعلن عنهم خلال المواجهات التي حدثت خلال الأيام الخمسة الماضية، وهي أرقام كبيرة جدا انتقدتها منظمات كثيرة، خصوصا منظمات العفو الدولية، وأيضا انتقدها نواب ومسؤولون منتخبون، وحتى عدد من القضاة أبدوا تخوفهم من سلوك الشرطة، لأنها بدأت تقوم بعمليات اعتقال عشوائية أحيانا بحق المارة الذين يصادف مرورهم في مواقع التظاهرات التي تسير حقيقة في كل شوارع العاصمة. طبعا هذه الاعتقالات تتم أحيانا عبر قيام الشرطة بنصب كمائن للمتظاهرين، وهي ممارسة غير مشروعة في فرنسا. وزير الداخلية بررها اليوم، ورئيس الشرطة أيضا، رئيس شرطة باريس، بررها بأن هؤلاء المتظاهرين يقومون بافتعال أعمال شغب، لذلك نحاول ضبط الأمور قدر الإمكان ونضطر للقيام بهذه العمليات. طيب، إذن نحن نتابع مشاهدينا هذه الصور من باريس. التظاهرات مستمرة، هناك تعامل من الشرطة تجاه المتظاهرين، وأيضا هناك لقاء تلفزيوني للرئيس إيمانويل ماكرون سيعرض وسيخاطب الفرنسيين من خلاله، ولكن لا أخبار حتى اللحظة فيما إذا كانت هناك قرارات من الممكن أن تهدئ من روع الشارع ومن اعتراضه على قرار الإصلاح الذي قامت به حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. سنكون معك في حال ورود أي جديد الزميل فادي الدهوك. العين ستبقى على باريس وعلى ما يجري فيها. شكرا فادي، حتى هذه اللحظة.